تعاني نسبة غير قليلة من النساء مما يدعى بالتصاقات الرحم. هذه الالتصاقات تسبب انخفاضا في وظيفة الخصوبة، تسبب أيضا أعراضا متفاوتة الخطورة فيما يخص انتظام العادة الشهرية، وكذلك فهذه الأعراض وهذه التأثيرات هي تختلف من امرأة إلى أخرى بحسب طبيعة هذا الالتصاق ومساحته وخطورته. كيف تحدث هذه الالتصاقات أو ما هي هذه الالتصاقات؟ هذه الالتصاقات هي عندما يقع تماس أو يعني التصاق بين دفتي الرحم، وهذا يؤدي إلى النقص من مساحة تجويف الرحم، ويؤدي إلى أن تجويف الرحم قد ينعدم أحيانا، وبالتالي يكون هناك إما انسداد جزئي أو انسداد كلي للرحم، بمعنى أنه قد يغلق نهائيا إذا كان الالتصاق تاما. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى التصاق الرحم؟ أهم سبب هو الخضوع لكحت الرحم أو ما يسمى بالفرنسية كورتاج بغرض الإجهاض العمدي مثلا، أو إجهاض تلقائي يتم استكماله عن طريق كحت الرحم. طبيعة الحال هناك من يتحدث عن تقدم في تقنيات الإجهاض، وأصبحنا الآن لا نقوم بكحت الرحم وإنما بشفط الرحم، ولكن رغم أن هذه التقنية جديدة ورغم أن هناك أحيانا أدوية تستعمل للإجهاض، إلا أن الملاحظ من خلال الإحصائيات أن تغيير طريقة يعني كحت الرحم أو طريقة الإجهاض لم تؤدي إلى خفض نسب التصاقات الرحم. كذلك قد تنتج هذه الالتصاقات عن أي تدخل جراحي يسبب رضحا لهذا الرحم، أي عندما يصل التدخل الجراحي إلى غاية بطانة الرحم فقد يقع التصاق. مثلا عندما يضع الطبيب لولبا بغرض تنظيم النسل، عندما أيضا تخضع المرأة لعملية جراحية لأجل استئصال ورم ليفي يصل إلى تجويف الرحم، عندما يقوم الطبيب أيضا بكحت بطانة الرحم نظرا لتضخمها، عندما تكون المرأة لديها عيب خلقي داخل الرحم، مثلا يكون لديها حاجز داخل الرحم ويتدخل الطبيب أو الجراح من أجل إزالة هذا الحاجز، قد يكون من تأثيرات هذه العملية أن يلتصق الرحم. إذن هذا المشكل هو موجود ونقدره تقريبا ب 1.5 إلى 2% من جميع النساء، نجده عند 3.8% إلى 4% من النساء اللواتي يقصدن عيادة الطبيب لأجل علاج العقم، وكذلك نجده عند 5% من النساء اللواتي لا يتوفقن في الاحتفاظ بالحمل ويعانين من إجهاض متكرر. هذه الالتصاقات عندما تحدث نتيجة عملية جراحية أو تدخل طبي، ففي البداية هي تكون التصاقات هشة، بمعنى تكون التصاقات مخاطية، وبعد 6 أشهر تصبح التصاقات ليفية، ثم بعد سنة تصبح التصاقات عضلية، وبمعنى أنها تصبح التصاقات صلبة، وبالتالي هي تطرح مشكلة على مستوى العلاج. بطبيعة الحال الأعراض تختلف من امرأة إلى أخرى بحسب عدد هذه الالتصاقات، بحسب مساحة هذه الالتصاقات، بحسب المكان
الذي تأخذه هذه الالتصاقات داخل الرحم. من ضمن الأعراض بطبيعة الحال والتي تظهر بشكل بديهي يمكن أيضا لجميع النساء تخمينها، هو أنه عندما يكون هناك التصاق الذي يقع هو أن مساحة بطانة الرحم تنخفض، وبالتالي فالمساحة المعنية بالالتصاق هي غير معنية بسقوط العادة الشهرية، وهذا يؤدي إلى أن العادة الشهرية تصبح أقل من حيث الكمية، أقل بنسب متفاوتة، وأحيانا قد تتوقف العادة الشهرية لأن بطانة الرحم إما قد دمرت لآخرها أو لأن هناك التصاق يعني على مستوى عنق الرحم يمنع نزول العادة الشهرية. إذن اضطرابات العادة الشهرية التي تقل كميتها وقد تنعدم، وهذا قد يؤدي إلى عارض آخر وهو انخفاض الخصوبة أو العقم، بمعنى أن أحيانا عندما يكون التصاق يهم عنق الرحم فإن الحيوان المنوي لا يستطيع النفاذ إلى تجويف الرحم نظرا لوجود هذا الحاجز، وبالتالي لا يكون هناك تخصيب، وأحيانا كذلك تكون هناك التصاقات داخل تجويف الرحم تمنع مرور الحيوان المنوي إلى غاية القناة فالوب لأجل التلقيح، وهذا يؤدي إلى صعوبة في وقوع الحمل، أو حتى إذا وقع الحمل فقد يكون هناك إجهاض. إذن من ضمن العواقب والمضاعفات هو أن تعاني المرأة من انخفاض في الخصوبة أو من عقم، وحتى إذا حملت فقد تحمل وتجهض، وحتى إذا لم تجهض فأحيانا قد تلد قبل الأوان مع كل المشاكل المترتبة عن الولادة قبل الأوان. كذلك هذا الجنين الذي يكون داخل الرحم فهو يتغذى انطلاقا من المشيمة، وهذه المشيمة في هذه الحالة تكون تلك المنطقة المعنية بالالتصاق لا تساهم في تغذية الجنين، مما قد يؤدي إلى سوء نموه وأحيانا إلى موته داخل الرحم. كذلك قد تكون كما قلت ولادة قبل الأوان، لأن هذا الالتصاق يجعل الجنين لا يجد المساحة الكافية عندما يكبر لكي يصل إلى نهاية المدة المفترضة للحمل، وبالتالي يضطر إلى الخروج بشكل مبكر من الرحم، وهو ما يسمى بالولادة قبل الأوان. أحيانا قد تستقر المشيمة فوق ذلك الالتصاق، وقد تؤدي إلى مشاكل من نوع آخر كالمشيمة المنغرسة التي تؤدي أيضا إلى مشاكل كثيرة عند الولادة لا علاقة بالنزيف، وقد تصل أحيانا إلى استئصال الرحم. إذن ما العمل أمام هذه الالتصاقات؟ إذا كانت المرأة قد استوفت حاجتها من الإنجاب أو أنه لم يكن هناك أعراض، يمكن عدم معالجة هذه الالتصاقات. نعالج هذه الالتصاقات إذا كانت المرأة لا تزال راغبة في الإنجاب بالخصوص. هذا العلاج أصبح اليوم لا يتم بالطريقة الكلاسيكية، هو يتم تقريبا في كل الحالات عن طريق العلاج بالمنظار عندما يعمد الجراح إلى الدخول إلى الرحم عبر منظار مزود بآلات قطع صغيرة، ويقوم باستئصال تلك الالتصاقات، وبعد ذلك قد يضع داخل الرحم لولبا أو بالونا، ويمد المرأة بعض الأدوية الهرمونية لكي تحافظ على نتيجة العملية. إذن العلاج هو علاج بالمنظار، النتائج بطبيعة الحال
تختلف من امرأة إلى أخرى، ولكن هناك الآن تسجيل لنتائج مشجعة جدا في علاج هذه الالتصاقات بالرحم. آخر رسالة للسيدات اللواتي يتابعن هذه الحلقة، أنه عندما يكون هناك تدخل جراحي على مستوى الرحم، يجب على السيدة خصوصا إذا كانت لا تزال في طور الخصوبة أن تنتبه، هل عادتها الشهرية بعد الجراحة عادت كما كانت من قبل، أم أن هناك نقصا في كمية العادة الشهرية أو غيابا للعادة الشهرية. عندما تكون مثل هذه العلامات يجب استشارة الطبيب من جديد لنتيقن إن كان هناك التصاق للرحم أم لا.